تركيا في دقيقة. الحكومة اليونانية تقول إنه عقب اعتزام ألبانيا شراء طائرات بدون طيار من تركيا بين القاعدة البحرية في مدينة فلور الألبانية يمكن أن تتحول إلى مركز وقاعدة لبايركتار تي بي 2 أن تهدد اليونان بأي لحظة. شركة تركيش كارغو تتمكن من توصيل 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 إلى أكثر من 35 دولة حول العالم. مجموعة زاد العقارية للاستشارات، زاد رأي وسداد، للتواصل 0555-110-92. صناعة الدفاع التركية تؤكد أن شركتي أصلسان وبي أم سي تمكنتا من تصدير أول مركبة مدرعة من طراز بوران 4x4 إلى دولة كوسوفو. نائب المدير العام لإيش بانكاسي بنك العمل التركي يؤكد أن تركيا وصلت إلى مستوى من شأنها أن تكون قدوة للعالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. تركيا في دقيقة.